مساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور والريمونتادا. لما نيجي نتكلم عن الأندية الجماهيرية في مصر والوطن العربي يبقى لازم نتكلم عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي، وأكيد مثلهم نجوم كتيرة جدا من اللعيبة. عشان كده احنا النهاردة نزلنا الشارع عشان نعرف الجمهور فاكر مين من اللعيبة اللي لعبوا بقميص الأهلي والزمالك والإسماعيلي. يلا بينا نشوف الجمهور قال ايه. لو قلت لك تفتكري مين من اللعيبه اللي لعبت للاهلي والزمالك والاسماعيلي تفتكري مين؟ احمد حسن ده، وابراهيم سعيد، عبد الله السعيد دلوقتي، وكابتن عصام الحضري زمان، والصقر احمد حسن، في ابراهيم سعيد، وفي عصام الحضري، في عبد الله السعيد واحمد حسن، في عصام الحضري، وفي اسلام الشاطر، وفي عبد الله السعيد، وفي محمد عبد الله. هو حاليا دلوقتي الاسطوره عبد الله السعيد، وعندنا كريم بامبو بتاع البنك الاهلي، اهلي والزمالك واسماعيلي، وعندنا ابراهيم سعيد. اول حد كان الكابتن مجدي طلبه، والكابتن احمد حسن الكبير، والكابتن عصام الحضري، والكابتن اسلام الشاطر. عصام الحضري واسلام الشاطر وعبد الله السعيد.